السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو أو مضى اليوم الأول من وصولنا إلى القاهرة. القاهرة هذه المدينة الجميلة التي دائما توصف بأنها أم الدنيا. هي كانت في الماضي أم الدنيا وإن شاء الله ستبقى وستكون أفضل في المستقبل إن شاء الله، يعني ماضي وحاضر ومستقبل إن شاء الله. أنا بحب أحكي كثير عن القاهرة، لكن أنا بدي أركز بهذا الفيديو أتحدث بس عن تجربتي بهذا الفندق بالذات، فندق غلوريوس. بجوز أنا حجزته بآخر لحظة لأني أدركت قديش المسافات البعيدة بالقاهرة. شوي 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 بابا، خلينا نحكي قديش المسافات البعيدة في القاهرة، فبالتالي حبيت أحجز هذا الفندق بالذات لموقعه القريب من المطار. هذا أهم ميزة حسب ما أنا لاحظتها بموقع البوكينج، اللي بيتيح لك المجال أنك أنت تعمل بريوريتي أو أولويات وتختار الموقع المناسب. طبعا هنا في مجموعة من المطاعم Glorious Restaurants، هناك في كمان سينما، وهون أشبه ما تكون المنطقة في بالمنتجع. الجلسة في الليل في منتهى الجمال، الهواء العليل والنسيم صراحة تفاجأت بالقاهرة. أنا كنت أتوقع أن القاهرة تكون حر، لا طلعت فعلا في الجوها جميل جدا وبديع ورائع. وأنصح كل واحد والله حتى بالوقت هذا، يعني هيك متعارف بين الناس أن القاهرة على الأقل بالليل يعني أو بساعات الصباح الأولى كما هي الآن. أنا قطعت الحديث، كنت أحكي عن فندق غلوريوس وقربه من المطار. إذا بتلاحظوا حتى هناك في شغلة مهم في ملاحظة، إنه البيوت أو البيلدينجز العماير اللي حول هذا الهوتيل قديمة جدا. هذا بيعني إنه المنطقة التي حول الهوتيل هي منطقة شعبية. طبعا أنا ما بقولهم شعبية إنه مستواها شوية أدنى من المناطق الأخرى الحديثة، لا بالعكس، قد تعطي هذه المناظر الأصالة والعمق التاريخي لهذا المكان. يعني حتى إذا بدريش إذا انتبهتوا معاي في البداية لما كنت أشرح، كان في مكتوب منتزه الحلمية. الحلمية هذا بذكرنا مسلسل قديم كان اسمه ليالي الحلمية. أنا أعتقد أنه هذا المسلسل دارت أحداثه في هذا الحي العريق من أحياء القاهرة العريقة جدا. القاهرة السر إعجابي بالقاهرة طبعا، لا تملك إلا أن تعجب بهذا المدينة الجميلة، لا تملك إلا أن تعجب بالقاهرة وأكيد بالشعب المصري العظيم. ولا أستطيع أن أمدح أكثر، يعني أكيد شهادتي بالمصريين مجروحة، أصدقائنا كثيرون من مصر، كثيرين من مصر، والحديث عنهم يبدأ ولا ينتهي. لكن بدي أركز في الكلام للقاهرة. لما تتجول في شوارع القاهرة بتحس بالعراقة، بالنبض التاريخ. قلعة محمد علي بالعصر العثماني بالمئتين سنة الماضية التي تخبرك عن ما كان في الفترة الماضية، بالإضافة أيضا حتى العصور القديمة الإسلامية، مسجد أحمد بن طولون اللي بخبرك عن حقبة مهمة اللي هي على ما أعتقد الحقبة الدولة العباسية. ولا نفي طبعا لما تحكي عن التاريخ برضو كمان تبدأ ولا تنتهي، يعني ولذلك سأختصر كثير من الأمور. ولا شك طبعا لا ننسى الأهرامات التي تعبر عن قدرات الإنسان الإبداعية في البناء منذ فجر التاريخ. فهذه النقطة اللي حبيت أشير لها في موضوع القاهرة. فبصراحة لا يعني أتحدى أو لا أعتقد أنه في مدينة بالعالم فيها هذا التنوع التراثي والتاريخي إلا القاهرة، ولا شك أنه سموها القاهرة لهذا السبب. يعني هي موجودة منذ القدم أكيد، لكن ارتبط موضوع اسم القاهرة بجوهر الصقل القائد تبع الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، بغض النظر اتفقت معهم أو اختلفت، لكن هذه مرحلة بالتاريخ مرت وكان لها ما لها ولها عليها أكيد. يعني لما تتعامل أنت مع التاريخ أعتقد أنه بدك تكون موضوعي كثير، يعني مش متخصص بالتاريخ، يعني قد يتحدث في هذا الموضوع من هم أعلم مني ومن هم أكثر تخصص مني بالتاريخ.
ولكن يعني أنا مجرد أني أنا بس يعني حاب أحكي عن جزء من تجربتي في قدومي لمصر بعد غياب 5 سنوات. طبعا آخر مرة زرت القاهرة قبل هيك قبل 5 سنوات، وكانت محطة مرور بصراحة قضيت فيها يومين، محطة مرور جميلة جدا يعني. كنت في طريق إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. طبعا إحنا ما دام جبنا سيرة أفريقيا وجنوب أفريقيا برضو كمان يعني بجوز من المثير القول إنه قارة أفريقيا من أجمل القارات في العالم، أنا بعتبرها أجمل قارة. قد يختلف معي كثيرون، ولكن الجمال اللي بيميز أفريقيا، ولا أتحدث هون عن عمق تاريخي، طبعا هاي قضية التاريخ بأفريقيا مسألة محسومة، لكن أتحدث عن المناخ. المناخ اللي موجود في أفريقيا متنوع وفي منتهى الجمال بصراحة يعني. وهذا بحكي للناس اللي دائما وجهتهم أوروبا مثلا أو مناطق الكاريبي أو أمريكا الشمالية والجنوبية، لا تعال شوف البلدان الأفريقية واستمتع بالجمال اللي فيها، سواء من أقصاها شمالا وإلى إلى إلى الجنوب. طبعا ما دام إنه بلشنا نحكي عن أفريقيا، لاحظ هناك تجاوزنا هذيك اللي هناك الكراسي المتناثرة هون وهون، هذه هون صالة أو عفوا هذه أمام شاشة عملاقة، وأنا شفت حتى مبارح بيحضروا فيها مباريات. يعني إحنا الآن في موسم في مناسبة كأس العالم، وخصوصا في 4 منتخبات عربية مشاركة، منتخبات السعودية ومصر وتونس والمغرب، نتمنى لهم التوفيق طبعا في هاي التظاهرة الجميلة. ف يعني نرجع للفندق، الفندق جميل جدا يعني، انت ممكن تجلس فيه يوم كامل او يومين ما تطلع منه، نتيجة انه كل الخدمات هون موجودة، من ملاهي اطفال هناك لا مطاعم فيها كل ما يمكن ان تحتاجه، بالاضافة ل شاشات في الهواء الطلق. ونرجع نحكي عن الحي اللي محيط، اللي هو حي الحلمية. امبارح انا نزلت، حبيت انا انزل على النيل، حبيت انزل على النيل نعمل جولة هيك بالقارب بالنيل. ليست المسافة بعيدة من هون، لكن طبعا القاهرة معروفة باكتظاظها وازدحامها، لذلك كان اخذ منا وقت شويه، ممكن اخذ نص ساعه او 40 دقيقه، لكن هذا كويس كثير بالنسبه لمدينه مزدحمه زي القاهره، اللي تكون انت جاي في مكان الى حد ما اقصى، او جاي بالاتجاهات جاي شرق زي الحي الحلمية القريب من المطار، وتنزل على النيل، هذا شيء جميل جدا يعني، في متاح يعني بتنزل. نزلنا حتى كيف كان في حي المطرية، وبعدين المظلات الـ او شبرة الخيمة، لا مش شبرة الخيمة، شبرة الساحل بالضبط. شبرة طبعا من 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 الاحياء القديمة في مصر اللي يعني جاي على النيل حسب ما انا شفت امبارح، وكانت جولة بالقارب من شبرة الساحل جميلة جدا صحيح، باسعار يعني في منتهى المتناولة، في اسعار جميلة جدا ورخيصة، وما فيها تعقيدات نهائيا. الشعب المصري شعب طيب، شعب أنيق، شعب مضياف، و يعني ما في مبالغات هون بالأسعار بصراحة يعني، لم ألمس المبالغات في هون في الأسعار، بالعكس الأمور فيها هوسبيتابيليتي كبيرة، يعني فيها نوع من المضيافية، شعب مضياف بصراحة. طيب أنا بكتفي بهذا القدر، ويعني احنا خصوصا الان احنا بالعشر الاواخر من رمضان، ولا انسى ان اذكر جمالية رمضان بالقاهرة بالذات. القاهرة بالذات برمضان لها من الجمالية ما لها، ورمضان طبعا شهر مبارك وهو موجود والبركة فيه في كل الاماكن الاسلامية والمقدس المقدس وما شابه ذلك، لكن القاهرة فيها خصوصية برمضان بصراحة يعني. نترككم الآن ويعطيكم ألف عافية.